منها من مؤشرات حب الله أن تكون مدمن الذكر له. مو كثير، كثير الأمر، بعضنا والله الحمد إذا ذكر 100 مرة لا إله إلا الله سكت، وبعضهم تبارك الله يقول لي أحدهم في جنوب المملكة يقول عندي جدة تستغفر كل يوم أكثر من 13,000 مرة، هذا فقط ورد الاستغفار، وما رأيت شفتيها متوقفة من الصباح حتى تمسي. حب الله أجرى ذا هذا اللسان، وأقسم بجلال الله ما زاد حب الله في قلبك إلا تلذذت بذكره، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ومن أعظم النوافل سبق المفردون الذكر، ولذلك البعض منا أيها الأحباب ورده إذا ذكر الله في الصباح ذكره في المساء، وما بينهما شغل وغفلة. أخف أنواع العبادات وأقربها إلى رب الأرض والسماوات ذكر الله، لا تحتاج مؤونة، ما تحتاج تتوضأ، ما تحتاج تستقبل قبلة، ما تحتاج ظل، ما تحتاج شمس، ما تحتاج، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما شاء الله ما بقى شيء يا شيخ، واقف جالس منسدح، ما شاء، كلها ذكر. ولذلك إذا رأيت نفسك قليل الذكر، قليل الذكر، فاعلم بأن معين الحب في القلب ناقص، فإن القلوب فطرت على إذا أحبت شيئا أكثرت من ذكره. اللي يبيع في السيارات يتلذذ بالسيارات، هذه شاص وهذه مدري إيش مصبغة قدام وهذه مختلفة عن الموديل اللي قبلها بكذا، من أحب الغنم تكلم في أسعارها، من العقار يتكلم في أسعارها، اللي يحب الكرة دائما يحلل المباريات وهو الله يبيحه ويحلله ما دروا عنه، لكن ضايع عن عمره، ضايع عن عمره، لكنه يردد شيئا يحبه. وهكذا إذا كان حب الله في قلبك كان ذكره دائم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان. الحديث أحب الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله من مفاتيح الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا يأتي أحد بذكر ولا بعمل خير منك، إذا قلتها 100 ما تأخذ منك 10 دقائق. وهذا أحبابي دليل من أدلة ثناء العبد على الله. ما تلاحظون أحبابي بعض الناس مبتلى بمدح الناس، إذا بعضنا إذا جينا في المجالس فلان ونعم أبو فلان اللي أبوه فلان ومدري فلان ويمدحه حتى يبلغ السماء، وهذا منزوع الدسم، والله ما فيه وحدة مما قيلت فيه، لكن بعض الناس مفتون بالثناء على الخلق، حتى بعض الشعراء، عسى ما منكم شاعر ويهجوني لكن إن شاء الله ما أقول إلا حقا، بعض الشعراء يمدح الخلق، أبو فلان ما مشى على الأرض خيرا منه، وما أظلت السماء خيرا منه، وهو حبل والحبل ما يرتقص، ضايع ما صلى الفجر له أسبوعين، نعم، لكنه يريد منه 10,000 ريال. نثني على الخلق، أين الله؟ أين الثناء على أهل الثناء والمجد سبحانه؟ أين العظيم؟ ولذلك من حب الله كثرة الثناء عليه ومدحه عند عباده، والدعاة إلى الله يمدحون الله عند عباده. ولذلك أحبابي في حديث ما أحد أحب إليه المدح من الله، أكثر من يحب المدح، بل لا يستحقه إلا الله، ما يستحق الثناء إلا الله، ولا يوجد مخلوق تمدحه بفضيلة إلا وعنده وحده ضدها، صحيح؟ حتى اللي يقول كريم 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 تجي مرات ويدق اللطمة ويعرض عن الكرم، ما أدري آخر الشهر ولا ضايق صدره، ولا المرأة تقول له والله إن عزمت لك رجال بعد اليوم لأخرجن من بيتك، ما تدري، ضغوط عليهم. الكريم حتى لو قلت كريم، الحليم، والحليم قد يكون حليم لكن في مواقف يطيش عقله، ما في أحد، المدح له كامل والثناء له كامل، فلماذا نكثر من مدح الخلق ولا نكثر من الثناء على الخالق؟ الثناء على الله دائما أهل الثناء والمجد، الثناء عليه سبحانه وتعالى دليل على حبه. وشوف عاد أنت كم ساعة من يومك يروح في ذكره وفي الثناء عليه ومدحه وحمده.